ايه ده ايه ده مالك اتوترت ليه؟ لا لا ما اتوترتش ولا حاجه يا دودو هاني. لعلمك بقى اذا هساعدك هساعدك عشان سببين مالهمش تالت. اولا لانك جاي من عندي واحد حبيبي 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 حبيبي. ثانيا لانك شاب والشباب الايام دول بيصعبوا عليا قوي، مش واخدين حقهم في الزمان ده، زمن زي الزفت. ربنا يخليك يا دودو هانم، والحقيقه العشم يعني كبير في ربنا ثم فيكي. ده انت عشمك في محله. لعلمك بقى انا بعمل ده لوجه الله بس. الشاب من دول بيجيب فلوس اهله كلها يصرفها عشان يجيب فيزا، ويا ريتها تكون سليمه مضروبه. لا طل يروح اوروبا ولا يطلع الشط، بل السمك بياكله. لا لا سمك ياكلوا ايه؟ لا انا عشمي كبير في ربنا ثم فيكي، واهم حاجه ان التاشيره ما تبقاش شخشفولش. اوه نو هتزعلني منك، ايه الكشبونش دي؟ ده راجل مضمون خالص. ايوه كل الناس بتعملها ب 70 وب 80,000 جنيه، انت عارف ده هياخد مني كام؟ 15,000 جنيه. ايه؟ طبعا انت عارف ده راجل جاري، جاري في الفيلا اللي جنبي على طول. 15,000 جنيه ايه؟ اذا كانوا هم قالوا لي 10. مين المعفن اللي قال، قصدي مين اللي قال لك 10,000 دي؟ بس ده كتير قوي يا دودو هاني. وانت هتدفعه بمره واحده؟ هتديني 5 النهارده، وبكره لما تاخد الفيزا المظبوطه هتديني ال10 الباقي. الله يا بيبي يا بيبي، صدقني دي اخبار اكيده. لما سوسو تقول لك حاجه لازم تصدق، المعلومات دي جايبها لك راسا من المديريه. طب اقول لك على خبر لسه طازه. عارف الراجل بتاع الزمالك اللي بيضرب تاشيرات وفيز؟ انقبض عليه من ساعه زمن. بس فعلا يا بيبي يستاهل، كان جشع اصلي. لا 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 ما تخافش على تاشيره صاحبك، الراجل بتاع بولاء ابو العيله اشطر ومضمون. ده بيعمل فيز وتاشيرات لاوروبا وامريكا بسعر واحد، والتاشيره ايه؟ صح الصح، تخلي اوباما نفسه يستناك في المطار. عيب يا مان، ده انا سوسو، 3 فوري و7 عند الاستلام. ايه ده تنامي ودانك كده ليه؟ تعالى يا اخ هنا. طيب يا بيبي انا هكلمك تاني، باي باي. بقى بنتي تيت، عايز حاجه حضرتك؟ انا واقع في عرضك يا سوسو هان. عرض ايه وطول ايه؟ هي دي عندها عرض ولا طول؟ تعالى انت يا مراد تعالى. بس انت يا سكوز مي. على فكره بقى يا وفاء، اللي بتعمليه مع جوزك ده هيضيعه من ايدك. انا خبره عنك في الجواز، اسمعي كلامي وانت تكسبي. لا يا عز، اللي انت بتقوليه هو اللي غلط. يعني ايه اسيب الباب مفتوح لجوزي واعمل نفسي مش واخده بالي؟ جوزي انا فاهماه كويس قوي، ومش كل الرجاله زي بعض. لا كل الرجاله زي بعضها، نفس التصرفات والتفكير. يا بنتي الراجل اللي زي ده عايز الست العاقله الحكيمه الراسيه، مش المتهوره اللي زيك. وعشان ابقى عاقله وراسيه وحكيمه اعمل نفسي هبله وما اقولهلوش اي حاجه؟ لا طبعا. طب ما خليه بقى يروح ويجي ويكلمها، طب ما اقول له يتجوزها ويبقى روحي رياضيه. يا بنتي انا ما قلتش كده، بس لازم تفهمي ان جوزك سامح ده مش ملاك. شويه حريه مع تكبير الدماغ المركب تمشي، لكن لو واجهتيه ولا هيحصل حاجه، بالعكس ده هيعرف نقطه ضعفك وعدم ثقتك في نفسك وخوفك من اللي حواليه. يا بنتي سامح بيحبها وكان عايز يتجوزها، سامح عايش معايا بجسمه بس، انما عقله وقلبه معاها هي. أنا ما أقدرش أعمل اللي أنت بتقولي عليه ده، أنا لو سبته يعمل كده ممكن يسيبني ويروح لها. يا حبيبتي مش هيحصل، الراجل اللي زي ده بيبقى مريض، يعني محتاج لرعاية وعلاج، واللي أنا بقولهولك ده هو العلاج. وبعدين الست اللي أنت بتقولي عليها جارتكو دي، ما هي كانت قدامه، ما جوزهاش ليه؟ أكيد هي اللي رفضته. آه هي فعلاً هي اللي رفضته، بس ده برضه مش معناه إن أنا أعمل اللي أنت بتقولي عليه. يا بنتي أنا عايزة جوزي ليا، أنا بحبه. انت فاهمه يعني ايه انا بحبه؟ عموما براحتك، انا قلت لك اللي انا عملته مع جوزي والحمد لله انا عايشه سعيده. فعلا الرجاله مالهمش امان، على راي المثل، يا مامنه للرجال يا مامنه للميه في اسمه ايه البتاع ده، يا مامنه للرجال يا مامنه للميه في الغربال. هو ده. خلاص بقى خلاص، والله ما كانش قصدي. خلاص يا سالم مش هجيب سيره موضوع الجواز العرفي ده تاني، بعد كده ان شاء الله ان شاء الله هيبقى رسمي نظمي فهمي. شفت القلش؟ عسل. يا لهوي حتى القلش ما بيضحكش. اضحكي بقى، ده انت صعبه قوي. هاني انا مش عايزاك تفتح الموضوع ده تاني خالص معايا، انا نفسي حبنا يبقى في النور قدام كل الناس. نفسي هاني لما نتجوز اقول للناس كلها انك جوزي،
مش تقول لي عرفي ومش ايه الهبل ده؟ انا عارف ان الهبل هبل جدا. انا مش بهرج على فكره، العرفي ده ما فيهوش كرامه خالص ولا عزه نفس. اوعى تخش المكتبه بعربيتك، ما تسعهاش. عندك حق يا عم جمعه، عربيتي فعلا كبيره، ده انا حتى بفكر اقلبها نقل. ضحكتيني يا سندس يا بنتي والله، ربنا يستر عرضك. ربنا يخليك لينا يا راجل يا عجوز، سلام. الحمد لله على السلامة يا سندس. الله يسلمك يا سامح. أنا مستنيكي من بدري ولما لقيتك جيتي نزلت، كنت عايز أتكلم معاكي شوية. خير في حاجة؟ سامح استلم يا سامح، شوف مراتك عايزة إيه. بس عندك هنا يا اسطى، كتر خير. اتفضل. كام دول يا حاج؟ 3 جنيه. خليهم 5 جنيه يا حاج. اسكوزني ليه؟ جايبني من المطار؟ ما تكونش فاكرنا بنسرى ولا بننهب ولا بننصب، ده احنا بنجيب القرش بتوع الروح. اهدي على نفسك يا ست، يا رب ارحمنا من الزباين الفقر دي. فقر لما يفقر امك يا ناشا بتاع الدرمادون انت. بغص عليك توكك، يلا اصحى من هنا ولا اطير لغرب في داهيه. ده الكونيلة بتوع التكاتك بقت اغلى من التكوسة. في حاجة دواهي؟ حد مضايقك؟ لا العجل بتاع التكتك، فانت عارف انا باخد حقي بدراع ما بسيبش حقي. امتى بقى هندوق المسقعة من ايديك الحلوين دول؟ عينيا الاتنين، هبقول الوصفة للست ام وليد عشان تعملها لي. مراتي؟ امال مرات انا؟ شوف ان شاء الله يا ست الكل. ربنا يا بنتي ما رقت لك جتة ابدا ولا يحرمك من صحتك ولا يحرمني منك يا احلى واحلى ام في الدنيا. احلى ايه بقى؟ هو العيا خلف امك اي حلاوه؟ ده انا حتى حلاني مش قادره اديهولك وانا راقده الرقده ديت، مش عارفه اذا كنت عايشه ولا ميت. ما تقوليش كده يا ماما بعد الشر عليكي، ده كفايه دعواتك ليا ونفسك اللي مالي عليا البيت. انا هقوم احط لك الغدا عشان تاخدي الدواء اللي بعد الاكل. مفيش داعي للدواء، وفري يا بنتي فلوسك، وفري شقاك يا حبيبتي. فلوس ايه يا ماما اللي بتتكلمي عنها؟ ده مال الدنيا فداكي، والله لو حبي عمري عشانك مش هتأخر. ربنا يخليك يا حبيبتي. خليكي لي يا رب، ما تحرمش منك ابدا. ماما. ايه يا حبيبتي؟ علبة الدواء الغالية مش فاضل فيها غير حبايه. انهي دواء فيهم؟ ما كلهم غاليين. هم 800 جنيه اللي مش بتكفي غير 5 ايام. هي الايام بتجري كده ليه؟ ربنا يشفيك يا ابني ويعافيك. ماشي ربنا ان شاء الله هيبعت رزقه. هجيب له الدواء ان شاء الله. يا صباح النور على البنور على البرنس بتاعي الاستاذ نور. وحشتني الساعتين اللي غبتهم عنك. يا نين عين ماما عامل ايه؟ الحمد لله. من حمد وزادو يا حبيب. تسلم وتعيش. يلا قبح، يلا نقعد بقى عشان نفطر ونشرب اللبن وادي لك الدواء. هوبا نسيت المعلقه بتاعتك بتاعت البرنس، هروح اجيبها واقفه حالا. سالي قومي هات معلقه اخوك شايلاها فين. ماما. ايه يا حبيبتي؟ هو نور ممكن يعيش؟ ايه اللي خلاك تقولي كلمه زي دي دلوقتي؟ طبعا هيعيش ويكبر وهيتجوز وهيشيل ولاده كمان ان شاء الله. اصل هما بيقولوا يعني إن اللي عنده سرطان ألف بعد الشر بيموت، ونور مش بس عنده سرطان، ده محتاج زرع نخاع كمان. هيسافر، هيسافر بإذنك يا رب، يزرع النخاع ويرجع لنا سالم غانم. أيوه بس محدش رد علينا لغاية دلوقتي. هيردوا، هيردوا إن شاء الله ويوافقوا إن أخوك يتعالج على نفقة الدولة. بس زي ما أنت شايفة كده إن الدولة ملبوخة شوية، بس لو فضلوا ملبوخين أنا اللي هتصرف. هتجيبيه مليون جنيه منين؟ هبيع لحمي حته حته عشان اجيب الفلوس اللي تعالج اخوك.